بعد وصولك مدينة دوليت المشرفة قال تقول لك ممكن تروحون تشوفون المدينة، لكن بالغروب لازم ترجعون إلى المدينة الحدائق بالام اللي هي المدينة الأصلية اللي في الكلية. سيفير طبعا ركب السيارة ونحاف مو مهتم، فاحنا راح ناخذنا جولة في المدينة لأن في بعض الأشياء لازم نمر عليها نشوفها، مو مهمة حيل لكن بعض النقاط. الفندق عندك مدير الفندق ممكن تتكلم معاه، الهواء عليل مش عارف ايش. طيب تدخل الفندق لا تتكلم مع موظفة الاستقبال او تتكلم مع الشخص هذا، لانه مرة يكون موجود مرة ما يكون موجود، تتكلم معاه واصعد فوق على طول الدور الثاني. في المكان هذا بالضبط يعني في المكان الفاضي انا بشوف عشان تشوفونه خلف نقطة الحفظ، المكان هذا بالضبط مثل ما انا واقف توقف تضغط اكس عشان تاخذ، انا اخذته طبعا اللي هو هذا. واحد شاف له وحش طائر مش عارف ايش حصريا، فمو مو ذاك الاهميه يعني، فانت خليه تدخل نقطه حفظ. طبعا تبي تحفظ تطلع من الفندق تنزل تحت كذلك ما تكلم مع البنت، تاخذ لك جوله في المدينه. المدينه مو كبيره حيل، تلف يسار هذا المدينه لان انت جاي من الساحل. عندك هنا نقطه سحب الوردية هذه فيها رعد، منو من عندك معاه رعد زل تخليه ياخذ الرعد ماله، وتتكلم مع الشخص اللي هنا فيقول لك آه شلونك زل، لا تنسى تمر تسلم على امك من هالكلام لان بيت اهل زل هنا. ندش هنا هذا مكان تطوير الاسلحة، طبعا تقول لك not enough items اللي هو طبعا سكروع اثنين، احنا ما عندنا شيء. الخانة الاولى اللي فيها اثنين، هني الخانة العدد المطلوب منه وهني الموجود عندك انت حاليا، اثنين سكرو ما عندك فما راح تقدر تطور السلاح هذا. زل موجود عندك السلاح هذا اصلا من اول، كويستس موجود عندها السلاح هذا من اول، عندها سبايدر ويب من الغابة اللي قلنا عنها قبل شوي، بومب فرانجلت موجود عندها السلاح هذا. طيب اذا ما في شيء نكمل الطريق. عندنا هنا اللي هو ايتم شوب، اي شيء تبيه ممكن تاخذه تشتري هنا شراء بعدين بيع او خروج، تبي تشتري تبي تبيع، بس طبعا لا تبيع شيء انت وانت محتاجه. شوف بوتون، هاي بوتون بينكس طبعا كل شو اسمه كوانتيتي على اليمين، الخانة على اليمين كم عدد الغرض هذا، كم عندك منه؟ عندك 13 بوتون، عندك 0 هاي بوتون، عندك 5 فينيكس انتيدوت اللي هو ضد السم، وبعدين الظلام، وبعدين ضد التحجر، وبعدين ضد يعالج الصمت، يعالج الزومبي واللعنه، ريميدي ممكن تستخدمها لكل الحالات اللي قلتها قبل شوي يعالجها، تنت يحفظ لك بدل الحفظ بداله، بنزين للسياره، طلقات ناريه عاديه، طلقات البندقيه هذا يعطيك 200 اتش بي لكل وحش استدعاء، وحش استدعاء واحد، هذا اي وحش استدعاء يعني تم القضاء عليه تعيده ثاني مره. فانت ما انت محتاج كل الاغراض هذه تخرج منه. الشخصيه هذه الواقفه عند الامام البنت هي ملكه الالعاب، قالت لك انا الملكه مش عارف ايش وشنو اللي تبي تعرفه، وعشان تغير النظام هني فما عندك، فطبعا ما عندك فلوس. طبعا لان عشان ما اخسر اوراقي لان اوراقي محدوده راح ارويكم الان شنو راح احفظ وراح ارجع ثاني مره ملكه الالعاب عشان العب معها ورقه، راح العب معها ورقه ورق نشرح لكم شوي عليها اذا طبعا اذا تركتني اغلبها طبعا، ولا هي في العاده صعبه شوي. عندي خيارين، يا اما العب مع ملكه الالعاب او العب مع ام زل
اللي راح ازورها في البيت الان، فانا مبين راح العب مع ام زل افضل. لا امن لان ملكه الالعاب ممكن صعبه شوي. نرجع ثاني مره نخرج. اللي هو الباب الاول هذا، هذا بيت زل راح تجد امه. ممكن تقبل تلعب معك او ما تقبل. انا في البيت يا ماما، هذه مفاجاه. قال هذا بيتي، فانتو طبعا تتكلم معاه. دير بالك على زل، فانت تضغط مربع. طبعا ما في مجال انك تلعب معاه، مبين بعدين لازم تزور المدينه ثاني مره عشان تلعب معاه. في عندك هنا تمبر منك، تم قراءته لكن ما اخذته، ماني عارف ليش. راح يكون هذا الحال في كل اللعبه. طيب مبين راح تلعب مع ملكه الاوراق، فانت تطلع عشان تلعب معاها. موجوده في شيء بعد ولو انه مو مهم. هذا الدور اللي تحت المطبخ. تبي تصعد فوق؟ قال لك زل لا، هذه غرفه الخاصه ما ابي احد يدش. فيما بعد راح تدش الطاوله هذه الامام، حاول تضغط عليها ممكن تاخذ اشياء انت ما تعرف عنها شيء تاخذها. نطلع من البيت، في بيت ثاني ورا بس مو مهم. طيب شلون العب مع شخصيه؟ اخلي الشخصيه هذه اشوفها تلعب ورق او لا. تجي جنبها، اذا ما تتكلم معاها بالاكس العادي، في بنت هني فانت تضغط عليها تسولف معاها. تروح ملكة الأوراق، تضغط مربع، قالت طبعا أنت بتتحداني، فتقول لها إيه. فالآن راح نشرح شوي عن طريقة ورق اللعب، مبسط لأن هذا كل منطقة كل مدينة لها قانونها. الآن القانون أوبن مفتوح، تريد اللي هو ديفرنت اللي هو ديفرنت، الفايز ياخذ ورقتين أو أكثر من المهزوم. نلعب طبعا هي اختارت اوراقها، لكن انت اختار اوراق، اختار افضل اوراق. طبعا ورقه الجارديان فورس، وحوش الاستدعاء عندك، انت عندك وحش النار ايفريت ضرباته قويه تختاره، بعدين تختار الاعلى ارقام عشان تفوز على ملكه الالعاب. تبي لك هني اربعه، هني سته فوق بس من الناحيه الثانيه ضعيفه، خمسه ثلاثه. انا مخير بين هذا وبين هذا، تقول له اوكي خمسه اوراق، اوراقي ضعيفه مثل ما هو واضح. الان طريقه ورق اللعب، الاكبر راح يكسب. هني عندك اربعه، فاي عدد عندك فوق الاربعه يعني الخمسه هذا لو تحطها مني راح تفوز، راح يتغير نتيجه تصير سته، راح تصير سته اربعه. افريت طبعا راح يفوز طبعا هو عنده، فانت تنسق يعني شنو راح تلعب اي ورقه. فاحنا فعندنا خيارين، عندك خمسه هني عندك واحد، فتحط الاربعه هني، تغيرت الان صارت سته اربعه، رجعت خمسه خمسه. عندك هني ممكن تحط هذه، صارت 6 4 ثاني مرة ردت. عندك هني 5 صارت 6 4 ما صار شيء. عندك كذلك إفريت ممكن هو يغير النتيجة كلها، ممكن تحطه هني. عندك 6 راح تاخذ 5 أو لا التسعة، فأنت مستحيل إنك ما تاخذ نقطة لما تحط إفريت هني، لأن إذا حطيت الورقة الثانية، الورقة الثانية هو عنده خمسة هني، أنت عندك اثنين بالدودة وفي أربعة فوق مع أربعة، فما راح تستفيد، فتحط إفريت في الخانة اللي فوق، صرت سبعة، صار ستة، فزت أنت. اختار ورقتين، طبعاً اللون اللي تحت الأزرق معناته الورقة هذه مو عندك، فالأوراق عندك هذه وعندك هذه وعندك هذه، فيبي لك ورقتين، اختار أقوى ورقتين عندك، فهو الورقة هذه قوية، هذه طبعاً عند السبعة قوية بس انها خانة واحدة، اختار السبعة. يور شور تقول نعم. الأوراق العادية هذه موجودة عند كل اللاعبين. إذا تبي تحفظ ثاني مرة وترجع لها، يعني أنا أفضل إنك تحفظ وترجع لها مثل ما كنت أسوي أنا في أول ما لعبت اللعبة. كل مرة أفوز عليها أحفظ وأرجع عشان ما أفقد الأوراق هذه. ولو مو الاوراق موجوده عند كل اللاعبين بس عشان ما تفقد ورقه إفريت وهي اهم ورقه عندك.
اوراق اللاعبين، اوراق الجارديان فورس، وحوش الاستدعاء هي اهم اوراق واندر اوراق في المجموعه كلها. وحوش بعض الوحوش لما تغلبها وحوش المراحل اللي هي البوس راح تاخذ ورقته منه اوريدي، لكن وحوش الشخصيات موجوده في اماكن معينه في اوقات معينه تلقاها. عندك الحين عندك شخصيه زل الولد اللي معاك الورقه مالته موجوده عند امه، فاحنا عقب ما بعد ما حفظنا راح نروح لامه نشوف هل راح تقبل احنا نلعب معاها او لا، لان ورقه زل طبعا راح تكون ورقه قويه موجوده عندها. ورقه البنت اللي معانا الثالثه سيلفي قالت تبي تلعب مستعده للعب. انا اتمنى انه تورينا ورقه ولدها زل عشان ناخذها، اتمنى يعني. طيب جات عندك الاوراق مرتبه، طبعا ايفريت اقوى ورقه، الاوراق مرتبه ترتيب، ايفريت اقوى شيء اللي وراه انزل منه، فانت اخذ اخر اوراق. ما طبعا اوراق قويه مثل ما انتم شايفين ما شاء الله، اوراق قويه حيل حيل، اتوقع راح يعني امه راح تهزمني في المباراه، لكن احاول ان شاء الله افوز. عندي ورقه ايفريت، ما صار شيء، خسرت طبعا على طول. راح تاخذ ايفريت، ما راح يعني تنتظر اقول لها. اخذت ايفريت، نلعب معاه مره ثانيه، هذه ام زل، فما بالك عاد ملكه الاوراق. تضغط مربع عشان تلعب معاها، تحاول تاخذ منها الاوراق او انك تلغي اللعبه وتعيدها من الاول. طبعا قلنا من البدايه اقوى اوراق عندك اللي تحت، ما نزلت ورقه ايفريت، لا زالت اوراقها قويه. انت عندك ان شاء الله اوراق، ممكن ان شاء الله يعني هالمره ممكن انك تفوز، ممكن مع شويه حظ. خسرت مرة ثانية، خذت ورقة، بس كان أساس إن احنا نشرح عن طريقة اللعب ونكمل إن شاء الله بعدين.